بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، وبشكركم على وجودكم معايا. معاكم دكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري الحول والجفون في مستشفيات المغربي. حاليا انا في دبي، كنت قبل كده في السعوديه وفي مسقط وفي القاهره وفي المركز الطبيبي في جمهوريه مصر العربيه وفي الزقازيق. النهارده حبيت نتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي هو موضوع، هي حالة كنت عالجتها من حوالي سنة كده تقريبا يعني، وطبعا عملت كتير قبلها وبعدها، بس الحالة دي بالذات كنت كل ما اتفرج عليها افتكر موقف او حاجة معينة كده هنتكلم عليها في وسط الحلقة دي، كانت امتع حاجة ليا ودايما بتفكرني ان احنا دايما على مدار شغلي كله، على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، ياما دخلنا فلوس وخرجنا فلوس، وياما كسبنا وياما خسرنا، وياما ربنا كرمنا كتير طبعا الحمد لله، بس كل ده جه وراح جه وراح جه وراح. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتفضل لنا دايما اللي هي قد ايه احنا قدرنا نساعد مريض، ولما بيحصل موقف معين او بتفرج على فيديو معين لمريض عندي وبشوف السعادة فيه فبحس قد ايه انا سعيد. ويمكن هو ده اللي بيبقى المتعة الحقيقية، مش الفلوس اللي كسبناها لانها راحت وجات وراحت وجات، وما نقدرش نشاور على حاجة منها، لكن نقدر نشاور على مريض او على موقف معين او على جمله معينه او على حدث معين حصل مع المريض، وقد ايه ببقى سعيد بالحدث ده هو، وقد ايه لما بفتكره لازم الابتسامه تيجي على شفايفي كده واضحك وابقى سعيد جدا باللي انا عملته. ويمكن هي دي المتعه الحقيقيه، يعني المتعه الحقيقيه في ان انت بتعمل اللي انت بتحب تعمله وبتعمله بشكل كويس جدا جدا، وعلى قد ما تقدر على قد ما ربنا بيقدرك طبعا وبيكرمك، لان هو بيبقى في الاول وفي الاخر كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني، لكن في الاخر هو بيبقى حاجه حلوه انت بتبقى فرحان بيها وفرحان برد فعل الاهل يعني. فده بشوفه كتير في حالات، ودي حاله من الحالات اللي احنا هنتكلم عنها، طفله صغيره عندها ارتخاء في الجفون، هي صينيه، والدها صيني ووالدتها صينيه، وجولي كشفوا عندي. هنبتدي نتكلم عنها ونشوفها كده، ونحاول نتكلم في شويه تفاصيل على قد ما اقدر، اشرح شويه تفاصيل طبيه فيها، لان الموضوع ده بيقابلني كتير، وسواء بقى باشكال مختلفه، وهنقدم على مدار الحلقات الجايه واللايف اللي جاي حاجات كتيره باشكال مختلفه، لكن خلينا نبتدي بيها ونشوف ايه الموقف اللي هو بيفكرني او بيحسسني بان انا سعيد يعني وبضحك كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطفلة، طفلة صينية جات لي مع باباها، بابا صيني ووالدتها صينية، وكانوا بيتكلموا انجليزي حتى بالعافية في الأول كده، وكان معاهم مترجم. وجالي البنت عندها ما بتشوفش وكانت بتعيط تقريبا، ويعني تقريبا قافلة عينيها على طول يعني ما بتفتحش عينيها، لجانب لما نشوف ملامح وشها كده يعني طفلة صغيرة بس ما بتضحك ولا بتبتسم، يعني زي ما بيسميها بالانجليزي ماسك فيس، يعني اللي هو الوجه اللي هو ايه ما بيتحركش، ساكت خالص يعني، بس بقيت تلعبها ما تتكلمش، تجيبها يمين شمال، الاهل يلعبوها، اولاد بابا ومامتها يلعبوها، ما يعني ماسك فيه هو ده وشها مش في الصوره في الحقيقه كمان يعني. لما فحصناها لقينا عندها حاجتين في نفس الوقت مش حاجه واحده، يمكن في حاجه فيهم هتبقى باينه والحاجه التانيه وقتها ما عرفناش نصورها كويس. الجفن التحتاني دي الحاجه الاولانيه، الجفن التحتاني، الجفن التحتاني بتاعها، الجفن التحتاني عندها لو حاولنا نشاور، الجفن التحتاني ده كان مقلوب على جوه، يعني الجفن ده كان داخل على جوه. طب يعني ايه الجفن مقلوب على جوه؟ جفنها مقلوب على جوه يعني الرموش كلها داخله جوه عينيها. طب الرموش كلها داخله جوه في عينيها دي زي السكينه كده، زي الفرشه عماله تحك في عينيها، فكانت مؤلمه جدا بالنسبه لها، لدرجه ان البت حتى لو حاولت تفتح عينيها ما تقدرش تفتح عينيها، وتبقى مبسوطه اكتر او مستريحه اكتر، بلاش مبسوطه وهي قافله عينيها. فكان في عندها بنسميها بالعربي او ترجمه انتروبيون او انقلاب داخلي في الجفن التحتاني، يعني الجفن التحتاني مقلوب على جوه. ادي اول مشكله، ودي مشكله فظيعه جدا بالنسبه للاطفال. المشكله الثانيه الجفن الفوقاني، الجفن الفوقاني كان ساقط زي ما انتم شايفين كده، زي ما بقول انا بلاطه كده، مفيش لا ملامح ولا اي حاجه خالص. فكان عندها مشكلتين، ما بين الجفن التحتاني اللي عملها التهاب في عينيها، وبالتالي دايما عينيها مدمعه ومش عارفه تفتح عينيها من الالم ومن الدموع كانت، والجفن الفوقاني اللي نازل لتحت ومغطي على نظرها، ويا دوبك هي بتشوف لو نبص كده من حوالي ملي ولا ملي ونص يعني، يعني الفتحه بتاعت عينيها عباره عن ملي او ملي ونص. دي كانت حياتها، بتتطلع للحياه من خلال ملي وملي ونص مؤلمين مؤلمين، وكلمه مؤلمين دي مهمه جدا، لان الجفن ده اتفقنا مقلوب لتحت وبيحك في عينيها، فطبعا في مزيد من الالم مجرد ما تحاول تفتح.
وكان باباها طبعا زار اماكن كتيره جدا، وكان كل واحد يشوفها يبتدي يقول طب هنصلح اللي فوق، طب هنصلح اللي تحت، طب. فكان دايما متردد يعني، ما كانش بيلاقي حد يشجعه. صراحه انا نفسي حتى كنت قلقان، لان احنا بنتعامل مع مشكلتين يعني، عايزين نصلح الجفن التحتاني، عايزين نصلح الجفن الفوقاني، يا ترى التحتاني ده هنعرف نصلحه ونطلعه لبره؟ الموضوع ما بيبقاش سهل كده يعني. لكن للامانه انا وعدته دي صوره تانية يمكن تكون اكثر وضوحا شويه. هنبص على الجفن التحتاني هنا كده، هنحس ان هو ايه، الرموش داخل لجوه، شوف لجوه خالص مفيش. والناحيه التانية نفس الحكايه، الرموش برضو داخله لجوه كفولنا، والرمش الفوقاني الجفن الفوقاني نازل على تحت، والمسافه كلها بنتكلم في ملي ملي ونص، هي بتتطلع للحقيقه في الملي ملي ونص ده يعني، شكلها مش هقول ماسك فيس، يمكن هتعيط من الملامح بتاعتها. انا برضو كنت زي الناس اللي كشف عندهم قبل كده، متردد يا ترى هنقدر نعمل لها حاجه، يا ترى هنخليها كويسه. فقلت له بص احنا هنتوكل على الله ونعمل لها العمليه، ان شاء الله هتكون كويسه. ويعني ساعات ببقى قلقان، لكن بضطر ان انا اشجع المريض، مش عشان انا عايز اشجعه على المريض، لان انا ببقى صعبان عليا الطفل ده هو في وضعه، ونفسي اساعده على قد ما اقدر. وبدا ربنا بقى التوفيق يجي ان شاء الله، وربنا بيكرمنا كتير على قد ما جولنا، لكن بنبقى قلقانين من جوانا بامانه يعني، احنا مش عارفين يا ترى هيبقى كويس، يا ترى هتجيب لنا هيتصلح، يا ترى الجبس الفوقاني هيعلى، يا ترى هتشوف فعلا كويس. انا فعلا بيبقى جوانا 50 سؤال وسؤال، بس بنحاول نمسك نفسنا ونشجع الاهل من واقع خبرتنا من واقع شغلنا، لكن بدني دايما السؤال موجود، لان انت هنا عايز تغير ملامح هي مولوده بيها، ف ما انتش عارف قد ايه هتقدر توصل يعني، ما انتش عارف الجبس التحتاني ده فعلا هيبقى كويس، ترى البنت دي هتتحسن الدموع عندها فعلا. ببقى بسال نفس السؤال زي الاهل بالظبط يعني، لكن بداري كل الاسئله داهيه انه بكتفي بالخبره، وان انا اقول لهم الدنيا هتبقى كويسه، مع ملاحظه ان احنا هنخش مره ونصلح الجفون التحتانيه، وبعدين هنخش مره تانيه ونصلح الجفون الفوقانيه، وفي شويه مشاكل ممكن تحصل مع الجفون التحتانيه، وشويه مشاكل ممكن تحصل مع الجفون الفوقانيه. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل مع الجفون التحتانيه؟ خلينا نشوف الاول الصوره اللي بعدها. هنا احنا صلحنا الجفون التحتانيه، يعني شوف هنا الجفن ابتدى يبان، ادي الرمش اهو، ادي الجفن، وفي خياطه هنا كانت مستخبيه شويه، وادي الجفن التاني وفي خياطه مستخبيه شويه، واحنا بنصلح الجفن التحتاني عن طريق خياطه تخيط الجفن بشكل معين بحيث نقلب الجفن على بره. فاحنا عملنا قلب للجفن لبره، يعني الجفن بعد ما كان مقلوب لجوه اتقلب على بره. طب ايه اللي ممكن يحصل مع عمليه قلب الجفن؟ قلت له طبعا ممكن الجفن كله ما يتقلبش، يعني احنا لان احنا هنا بنحاول نسيطر على الجفن بالخيوط بغرز يعني بطريقه معينه من الخيوط، فممكن الخيوط دي تقدر تغير الجفن كله، او في بعض الاحيان ما تقدرش تغيره كله، فاحنا هنا بنغير الجفن بخيوط معينه، فممكن نقدر من خلال بعض الخيوط دي ممكن لا نقدر، او بعض النقط تبقى متغيره او بعضها او لا، او ان هو يبقى جفن متصلح لبره بزياده. فكل الاحتمالات دي انا يا راجل طبعا ما بتكلمش انجليزي، ويا دوبك بيتكلم ما بتكلمش عربي طبعا خالص، وانجليزي مكسر خالص، وده بحاول اشرح له بالصيني، فكانت اللغه بيني وبينه صعبه جدا، فكنت يعني بختصر في الكلام على قد ما اقدر، وبقول له هنصلح تحتاني، يمكن جزء يفضل، يمكن جفن يتصلح وجفن ما يتصلحش تاني، وده وارد في كل الحالات مش فيها هي بس يعني. لكن ربنا كرمنا في الموضوع ده هو، وعدت على خير وعملنا العمليه دهيا، والجفن التحتاني اتصلح، وحنا البنت هنا ابتدت الفتحه يعني مع تعديل الجفن، البنت بقت قادره تفتح شويه يعني، الاول هي كانت ضامه عينيها، دلوقتي يمكن المسافه هي بين النور والجفن ربع ملي، برضه الجفن ارتخاء شديد يعني، لكن بقت قادره تفتح عينيها، بقت احسن نسبيا يعني. هو نفسه حتى لما جالي بعد العمليه دي كان مبسوط وفرحان الى حد كبير ان الدنيا اتحسنت معاها، وبيقول لي طب احنا محتاجين نعمل لفوق، لا وقعد فتره متردد، قلت له والله انا شايف نعمل لفوق بقى يعني، هي دلوقتي البنت عامله ايه؟ البنت لما راحت وهي متصوره رافعه دقنها لفوق، يعني شوف دقنها هنا هنلاقيها مرفوعه لفوق، يعني دي مش النظره العاديه، دي رافعه زقه راسها لفوق كده عشان تعرف تشوف، لان هي لما الجفون بتبقى نازله لتحت فنازله الطفل بيرفع راسه لفوق. طب ايه مشاكل الارتخاء ده؟ ايه المشاكل اللي عند البنت دي كانت؟ او ايه المشاكل اللي بتقابلها؟ اول حاجه انها مش شايفه كويس. يعني هي عشان تعرف تشوف بيبقى في مجهود، هي او غيرها اي طفل الجفون نازله عنده. اول حاجه عشان تعرف تشوف كويس هي محتاجه ترفع عينيها جامد قوي، ففي مجهود جبار بتبذله عشان تعرف تشوف، يعني تقعد تفتح في عينيها جامد، وتفتح في جفونها جامد، وترفع في حواجبها جامد، وتقلب دقنها على فوق. فده مجهود جامد عشان تعرف تشوف، بيأثر على رقبتها نتيجة ان احنا بنسميه بالانجليزي شين اب بوزيشن، يعني رفع الدقن لفوق، بيأثر على حواجبها، بيأثر على جبهتها. وتخيل بقى لو انا ابني او بنتي عمال يكبر بهذه التبعيات سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، طبعا بيبقى يعني عايش حاله من الشقاء. طبعا
لو الطفله دي تخيلنا برضو رفعت الدقن لفوق دي، هل ده موضوع يعني رفع لفوق ايه المشكله؟ يعني هي دي عشان تطلع السلم فالمفروض تبص تحت، هي مش عارفه تبص لتحت، هي يعني بتعمل راسها لفوق عشان تعمل، فبتطلع وراسها لفوق يعني تطلع السلم ورافعه لفوق عشان تمشي، عشان تمشي حتى بتمشي وهي رافعه راسها لفوق. فاي طفل هنتكلم في حالات كتير عنده سقوط في الجفت بيبقى عنده تاخر في المشي، يعني تخيل انت الجفت مخليه بيتاخر في المشي، وده بيحصل معايا في اطفال كتير وهنقدمهم في حلقه تانيه كتير. لا طفل عمره 3 سنين مثلا ولا سنتين ويا دوبك لسه بيمشي، بيمشي وهو خايف، واهله يقول لي بقول لهم يا جماعه من ارتخاء الجفت، يقول الجفت مخليه مش عارف يمشي، الجفت مأثر على رجليه. لا الجفت مش مأثر على رجليه، مأثر على كل حياته، فهو رافع دقنه لفوق عشان يعرف يمشي، عشان يعرف يشوف، وعشان يعرف يمشي ومحتاج ينزل دقنه لتحت. ما هو اي واحد فينا لما يجي ماشي بيبص على الارض عشان يعرف يحط رجليه، بس هو مش عارف يبص لتحت، لما يبص تحت تليفونه تنزل وتغطي على الراي، فهو عشان يعرف يشوف لازم يعمل كده عشان ينزل حبه عينيه لتحت، عشان ينزل حبه هو عايز يهرب عينيه من الجفون، فعشان ينزل الحبه لتحت لازم يعمل شين اب، يرفع راسه لفوق في الوقت اللي هو عايز يشوف الارض، فهو مش عارف يعمل الحركتين مع بعض، اللي هو عارف يرفع دقنه لفوق عشان يشوف تحت، ولا عارف ينزل دقنه لتحت عشان يشوف تحت عشان الجفون بيضغط عليه، فتلاقيه يمشي شويه ويخاف شويه فيتاخر في المشي، ليه يخبط في الحيطان، ليه يخبط في البيبان، عمال يخبط تلاقيه كل شويه يقع، ليه عنده حاله من الخوف ومن الهلع في الاشياء المحيطه بيه، لانه مش عارف يشوف الشين اب بوزيشن ده مدمر حياته، رافع دقنه من غير ما يحس لفوق عشان ينزل حبه عينيه بعيده عن الجفن، لكن نموه كله في خلخله. يعني انا مش عايز اقول لكم ان بعض الاطفال حتى تسنينهم بيتاخر نتيجه ان الجفن نازل، لان حياته كلها متلخبطه هو مش عارف ينمو بشكل طبيعي. دي اول مشكله عندنا في الارتخاء. المشكله الثانيه ان ممكن يحصل له كسل، خصوصا لو جفن ساقط اكتر من جفن، يعني لو جفن نازل اكتر من الثاني فالعين دي متغطيه ويبتدي العين دي تكسل، فيبقى في ضعف في الرؤيه عنده في العين دي مع الوقت، فيبقى في كسل في الرؤيه عنه. الحاجه الثالثه طبعا الحاله النفسيه، الطفل ده بيبقى غير طبيعي خالص وغير سوي كل ما يكبر، لما بيتعامل مع الناس اللي حوالين منه ومع الاطفال اللي حوالين منه بيتنمروا بيه والجفن نازل ليه كده وشكل عينيه غريبه، وفي المدرسه شكل عينيه غريبه وكل حياته، فهو بيبتدي ينعزل ويخش في حاله من الانعزال النفسي، الى جانب الالم اللي في فقرات الرقبه، الى جانب التاخر في المدرسه، مشاكل كتيره جدا. يعني ابسطهم بالنسبه للبنت دي الاكتئاب اللي هي فيه ده، الحاله النفسيه السيئه اللي هي فيها ده، يعني واللي هي اتحسنت شويه بعد ما عدلنا الجفون التحتانيه، وشايفه الجبين بتاعها لسه صغيره والجبين بتاعها قطر، يعني بقت زي الايه داخله على اللي عنده 50 سنه، شايفين العلامات دي، والعلامات دي كلها تقطيبات في الجفن نتيجه المحاوله المستميته انها ترفع الحاجب لفوق عشان تاخد الحواجب لفوق دي عشان تاخد الجفن لفوق شويه عشان يبقى عندها رؤيه. شوف ابتدت تعمل اللي بنسميها 111 اهي، وهي عمرها كله 2 ولا 3 سنين، 4 سنين نفتكر كانت البنت. فتغيرات في جسمها، تغيرات في حركتها، ضعف في ادائها، حاجات كثيره جدا جدا. يعني الاب والام او اي حد يبص للصوره يتخيل ده مجرد انها صوره مصمطه، بس لا، ده نمو كامل للطفل. العين دي هي اللي بتخلي الطفل ينمو، هو اللي بتخليه يكبر ويمسك ويحس ويشوف ويتطور ويمشي ويروح. اي خلخله في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها على مدار حلقاتنا، سواء كان حول او ضعف نظر او اي خلخله بتلخبط حياته، لا بتخلي حياته صعبه جدا، منها ارتخاء الجفون ده او قلبه الجفن اللي كان معاها الالم ده. ففعلا كانت البنت حياتها صعبه جدا، ولما عدينا الجفن التحتاني الحياه اختلفت عندها. نشوف صورتها بعد كده، هنشوفها بالتفصيل بقى. هنا بعد العملية بحوالي شهرين الجفن اتفع، وكنت قاعدة مع أخوها بقى ابتدى يلعب معاها. شوفوا هي ابتدت تبتسم ازاي، شوف الضحكة، ما كانش بتضحك الأول. هنا رفعنا الجفون وعدينا الجفون لتحت، وهنشوف بقى، هنركز على الحتة دي وهنحكي احنا ايه اللي عملنا معاها. لكن احنا بنحكي عن الجفون، لما عملنا العملية عدينا الجفون التحتانية زي ما اتفقنا، طلعناهم لبره،
رفعنا كفونا لفوق، ابتدت تلعب، ابتدت تضحك، ابتدت يبقى شكلها احلى بكتير جدا. عمليات رفع الجفون بيبقى في طريقتين لرفع الجفون، في بالجراحه ان احنا بنعمل فتحه من هنا كده ونشيل حته من العضله دي اسمها الجراحه، وفي بالحبال ندخل الحبال ونعلق الجفن. في البنت دي الارتخاء شديد، فالحبال اللي احنا بنحطها دي بنستخدمها في حاله ارتخاء شديد، ففي حاله ان الجفن نازل كتير فاحنا بنحط هنا هو الحبال ده. فاحنا كنا حاطين حبال ورفعنا بيها الجفن الناحيه دي والجفن الناحيه دي عن طريق الحبال مش عن طريق الجراحه، لان عندها ارتخاء شديد في العين. هنا واحنا مع باباها مع والدها واحنا بنصورها مع باباها كان فرحان جدا، كانت بتضحك برضو، انا نشوف بتضحك بتضحك على فكره، الضحكه دي ما كناش بنشوفها، نظرتها ليا حتى دي ما كانتش موجوده. بابا كان سعيد جدا جدا بعد العمليتين، احنا خدنا ما بين العمليتين على فكره حوالي 6 شهور، يعني هو عمل الاولانيه وما كانش مصدق، وطبعا يعني مش تاني يوم بقت كويسه، احنا قعدنا اسبوع في 2 في 3 في شهر، كان بيجي عليا وشويه يقول لي انا قلقان الجفن اللي تحت لسه فاضل حاجه، لسه بتدمع شويه، لسه حاسس ان في كذا، فطبعا بنبقى ليه ملاحظاته لغايه ما الحمد لله اطمن. دخلنا في الجفن الفوقاني برضو قعدنا فتره لانها مفتوحه بتحمر بالليل بتنشف، طبعا بنقول له ان لما هتنام بالليل بتبقى العين مفتوحه شويه ما بتبقاش مقفوله، لكن مع الوقت بتتحسن زي ما حصل مع البت دي الى حد كبير. الجفنين ممكن ما يكونوش شبه بعض قوي، بس هنا الحمد لله كان الجفنين متماثلين. لما بتبص تحت بتبقى الجفون متعلقه، دي شويه حاجات بتبقى تبعيات طبيعيه للعمليه. هو كان راجل متفاهم الى حد كبير، في جزء من عدم تفهمه انه مش فاهم كتير قوي ان انا بقول انه بيتكلم صيني والانجليزي عنده ضعيف، فكنت بحاول اشرح له بصعوبه. والجزء الثاني اللي هو ما كانش عنده حلول كتيره وكان لف كتير بيها وكان مستعد يعمل اي حاجه عشان طبعا يشوفها طبيعيه، وهنا نلاحظ انها تقريبا بقت زي اختها. وهنا هي مع اخوها، اخوها بقى عمال يلعب معاها، كان اخوها شقي جدا وفرحان بيها قوي، يعني ابتدوا يلعبوا مع بعض. الاول ما كانوش بيلعبوا مع بعض على فكره بنفس الدرجه، يعني بعد 6 شهور هي بقت بتتفاعل معاه، الاول كانت تسيبه هو في حاله وهو في حالها، لكن مع الوقت بقت حاجه تانيه خالص. يعني هنا هنشوف صورتها مع مامتها، وكانت مامتها برضو بتتكلم بقى، مامتها والدتها كانت بتتكلم صيني صرف بقى، يعني هي يا دوبك في الانجليزي مفيش، يعني هي حتى كانت تتكسف تتكلم معايا، كانت ساعات تبقى فاهماني وانا بتكلم، لكن انا ما شفتهاش والدتها الا المره دي تقريبا بس. هنا بنشوف الفرق بين الجفنين ما شاء الله، شوف الجفنين اما مقفوله خالص اما مفتوحه، هنا اللي اتفتحت طلعت لفوق بقت شايفه المسافه بين الجفن والنور هنا حوالي 3 مللي ما شاء الله، ان هو برضه 2 3 مللي، يعني كل حاجه فيها اختلفت كتير جدا جدا عن الوضع اللي كان موجود قبل العمليه. المعاناه ال 111 اللي كانت موجوده دي اختفت اهي، الكسرات اللي كانت موجوده هنا اختفت، بقى بتشوف طبيعي بتمشي طبيعي بتمشي طبيعي بقى بتشوف طبيعي بتمشي طبيعي، هتلاقي العلامات هنا اختفت اهي، جبينها بقى احسن، بقت مستريحه. يعني شوف هنا في معاناه هنا يعني في الصوره التحتانيه، وهنا حاولنا نحط القديم والجديد عشان نقارن، هنا تحس ان في حد بيعاني عشان يشوف، شوف رفع حواجبها قد ايه، هنا حواجبها نزلت بقت طبيعيه بقت مستريحه، هنا رفع حواجبها شدهم لفوق لفوق عشان تحاول تشوف، يعني بتحاول تعمل شد لحواجبها عشان ترفع بيهم الجفون، لكن هو خلاص بطلت بقت حواجبها عاديه ومش مش نفس شوف المسافه بين الحواجب والجفن والمسافه، لا الحاجة بقى مستريح ما عادتش محتاجه تعمل الشد ده، لان احنا رفعنا لها الجفن وريحناها، ال 111 اختلفت طبيعتها بقت احسن كتير جدا. لكن في اللقطه الجايه دي هنشوف الجمله اللي دايما بفتكرها في الحاله دي بالذات، انا دايما لكل حاله بيبقى عندي حاجه كده بفتكر بيها وببقى فرحان لما بفتكرها. هنا بنشوف صورتها قبل وبعد في نفس الصوره كنا احنا صورناها، ادي قبل وادي بعد، ملحوظه مهمه جدا جدا. There is a big difference. Now she's smiling. Yeah. Is this so cute here? You see too much smiling here, yeah.
We can see the difference. ممكن نشوف هنا الفرق بين الاثنين. You are happy? Tell me, you are happy? Yes? Yes? في الصورة قبل وبعد إن هنا ما بتضحكش واللي إحنا قلنا عليه في أول الحلقة ماسك فيس، وإن هو كانت بتبتسم، وده اللي جميل جدا. يعني بص شوف شفايفها عاملة إزاي، حاجة كده قافلة خالص، وشوف هنا الشفايف عاملة إيه. يا ريت نركز هنا على الشفايف، وأنا آسف يعني ما لهاش علاقة بالجفون ولا بالعملية، لكن ده بيعبر على الطفلة دي اتحولت من إيه لإيه في خلال 8 شهور، من طفلة قافلة شفايفها ضمها مشدودة وقرفانة وزهقانة من حياتها، لطفلة بتبتسم، طفلة بتبتسم، شفايفها هي ما شاء الله عريضة، ابتسامة عريضة جدا، فرق كبير جدا جدا جدا. ادي الطفولة وجمالها. يعني هنا مفيش طفولة خالص، دي واحدة عايشة في مأساة، يعني عارف حزينة ومكتئبة و111 وكفون عالية، لطفلة بتبتسم وبتضحك ويعني مبتسمة مبتسمة. وده اللي حصل وانا بكلم والدتها دلوقتي، انا بقول لها في اختلاف كبير قوي. شفت مامتها قالت ايه؟ بقول لها بتضحك، راحت مامتها على طول اول ما قلت لها بتضحك، بقول لها دلوقتي بتضحك، قالت لي ايوه. يعني انا بقول لمامتها، وده دايما بفتكره لما بفتكر اللقطه دي بالذات، ان انا اول ما اقول لها ناو شيز سمايلنج يعني بتضحك دلوقتي، راحت مامتها على طول طالعه بحماس. شوف مامتها ما بتتكلمش انجليزي، بس راحت طالعه براسها من ورا قالت لي ايوه، يعني عايزه تقول لي اه اختلفت. يعني ما علقتش على ان انا بس اختلفت، لكن علقت على ان انا ولا بتضحك، فقالت لي ايوه. قالت لها بتضحك كتير هنا اهو. مامتها داخلة عشان دي كانت هي مكشوفة ترد، تلاقي يس. مامتها بترد عليا وبتقول لي يس. الموضوع بيبقى مش مستحمل تأخير، يعني كل ما بنتأخر عن الطفل أو إن إحنا بنسيبه فهو بيعاني، بيعاني في النظر، بيعاني في حياته، بيعاني في النوم، بيعاني في ابتسامته، بيعاني في حاجات كثيرة جدا جدا. فأنا لما بنعمل عملية وبنرفع الجفن للطفل أو بنصلح مشكلة زي الانقلاب الداخلي، الجفن أو أيا كان اللي إحنا بنعمله للطفل، لا بيتحول لواحد تاني خالص. يعني بيبقى فعلا بيبقى طفل حقيقي، يعني مش بيبقى مجرد طفل عادي كان كئيب وحزين وعنده معاناة وما بيتكلمش. يعني هو الطفل في الآخر مش هيعرف يشتكي زي الكبير. يعني زي ما بقول لكم في اول، كنت بكلم في اول حلقه خالص، كنت بقول انا بفتكر حاجات كده بتسعدني اكتر من اي حاجه تانية عملتها وجبناها. فانا لما بفتكر وانا بكلم مامتها بقول لها اختلفت كتير ودلوقتي بتضحك بالانجليزي، وما يا دوبك في الانجليزي على قده، وما كانتش ترضى تتكلم معايا خالص لانها كانت خايفه تتكلم غلط، فكانت هي بالذات اكتر من والدها. لكن اول ما سمعتني بقول كده لقيتها راحت بحماس داخله وقالت لي يا، وبقول لها هي مبسوطه بتضحك اه يا. يعني قد ايه بتعبر عن فرحتها هي كأم بأن بنتها اتغيرت. هي يعني يمكن ما تكونش مستوعبة البعد الجراحي بتاع العملية أو اللي احنا عملناه جراحيا، لكن هي اللي هي مستوعباه أن بنتها عينيها اتفتحت وأنها اختلفت في الأداء بعد العملية. هو ده اللي بيحصل معانا في معالجتنا لأي طفل في أي مشاكل عينيه، يعني مشاكل العين، أن هو بيتحول لشخص أحسن كتير، أداؤه أحسن، حياته أحسن، وفعلا هو أهله بيبقوا سعداء. أنا ببقى سعيد بيهم جدا بغض النظر عن التبعيات بتاعت العمليه، ونحن بنشكرها كتير للاهل عشان يبقى في نوع من انواع المصداقيه، وعشان ما يتخضوش لو لقوا التبعيات دي، واللي هي ما بتكونش مضره للنظر، والمكسب قصادها بيبقى اقل كتير جدا جدا من اي تبعيات. بكرر تاني في اول، زي ما اتكلمنا في اول الحلقه في اول لايف، سعادتنا الحقيقيه، سعادتنا الحقيقيه لما بنشوف حد اتغير او تغير، لما بشوفهم بعد كده. طبعا في اطفال كتير عالجتهم بشوفهم بعدها بسنين بلاقي حاجه تانية، انا ببقى سعيد بده اكتر من اي حاجه تانية عملتها، لان انا بحس ان انا عملت الحاجه المفروض اني كنت اعملها، واللي بحب اعملها، واللي بحاول اعملها على قد ما اقدر باحسن ما يمكن، باكتر حاجه اتعلمتها، باكتر خبره عملتها. يمكن هي دي الحاجه اللي يعني على مدار سنين عمري كلها، هي دي اكتر حاجه فعلا بتسعدني وما زالت بتسعدني.
قد ايه ان انا غيرت من هذا الطفل، وان انا قدرت اقدم حاجه لحياته يبقى بيها هو فعلا حاجه تانية او شخص تاني على مدار حياته. بقى انا مش بنتكلم مش سنه سنتين، اللي دي هتكبر وتتجوز وتشتغل وتتحول لحد تاني. لو تخيلنا بصينا على الصوره التحتانيه وتخيلنا هي بتنمو وتكبر كده، وتخيلنا وهي بتنمو وتكبر كده، يعني لو تخيلنا وهي بتنمو وتكبر بالشكل ده، وتخيلنا انها بتنمو وتكبر بالشكل ده، لا يعني احنا فعلا الحمد لله قدرنا نقدم حاجه كبيره جدا، قدرنا نخليها احسن كتير جدا. بشكركم كتير جدا، وبدور على اي اسئله.